الولايات المتحدة الأمريكية فضحت تحركات نووية خطيرة تجري بين إيران وروسيا مؤخرا. هذه التفاصيل هي تفاصيل من معلومات استخبارية نشرت في 48 ساعة الماضية على CNN الأمريكية. هذه التفاصيل الاستخبارية تحدثت بأن إيران تقدمت بطلب لروسيا من أجل الحصول على مواد نووية إضافية، وهذه المواد النووية الإضافية الهدف منها هو من أجل الحصول على الوقود النووي بكل تأكيد، ومن أجل صناعة الوقود النووي الذي يستخدم في تشغيل المفاعلات النووية. قد يستغرب البعض كيف لإيران أن تكون بحاجة للوقود النووي وهي تشغل المفاعلات النووية على مستوى عال، وليست بحاجة لمثل هذه الأمور، بل إنها مثلا تخصب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة نطنز على سبيل المثال. جيمس أكتن وهو المدير المشارك في برنامج السياسة النووية، السياسة النووية طبعا في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، هذا الرجل وجد بأن إيران هي بحاجة لهذا الوقود النووي الإضافي من روسيا، وذلك لاختصار الوقت على نفسها. بمعنى آخر، بأن إضافة هذا الوقود النووي على الوقود الذي يمتلكونه فإنه سيقلل من التكاليف، هو كذلك سيزيد من الوقود النووي الذي يمتلكونه، وعلى هذا الأساس سيسرع من عملية مقدرة إيران على الاختراق بجدول زمني أقصر إذا ما أرادت إيران الوصول إلى القنبلة النووية بشكل مباشر، وهذا ما ذكر من تفاصيل على CNN. المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن إيران طلبت من روسيا مساعدتها في الحصول على مواد نووية إضافية وفي تصنيع الوقود النووي، ويمكن أن يساعد هذا الوقود إيران في تشغيل مفاعلاتها النووية، ويمكن أن يقلل بصورة كبيرة ما يسمى في أو بوقت الاختراق الإيراني لإنتاج السلاح النووي. لماذا إيران أخذت هذا الطريق؟ هنالك عدد من الحسابات التي جعلت إيران تذهب الآن إلى روسيا من أجل الحصول على هذه المواد النووية الإضافية للحصول على الوقود النووي الذي ذكرته طبعا CNN الأمريكية. واحدة من هذه الأمور أن الإدارة الأمريكية وتحديدا الرئيس الأمريكي، بغض النظر عن الرئيس الأمريكي الحالي أو أي رئيس أمريكي قادم، فهو لا زال قادرا ولديه الإمكانية على الانسحاب من الاتفاق النووي مهما كان هذا الاتفاق، لأنه اتفاق وليس معاهدة، لم تتم المصادقة على هذا الاتفاق لكي يتحول إلى معاهدة في الكونغرس الأمريكي، بل إن إيران أيضا منتبه بأن هنالك موجة جمهورية حمراء قادمة للسيطرة على الكونغرس الأمريكي في 48 ساعة القادمة في مجلسي النواب والشيوخ في 8 نوفمبر. الكل يترقب هذه الانتخابات، والإحصائيات تذهب بمصلحة الجمهوريين حتى هذه اللحظة للسيطرة على الكونغرس، وهذا قد يعني ببساطة أن عام 2024 والانتخابات القادمة في عام 2024 ستكون من مصلحة أيضا الجمهوريين، وأن الجمهوريين لا يريدون العودة لهذا الاتفاق النووي، يعتقدون بأنه اتفاق سيء بالنسبة للحزب الجمهوري. الأمور انقلبت بمصلحتهم كما تلاحظون بحسب الـ 538، فتلاحظ ولأول مرة الحزب الجمهوري بحسب الاستفتاءات الجارية يتقدم على الحزب الديمقراطي بنسبة 55% كفرصة للفوز للحزب الجمهوري مقابل 45% لمصلحة الديمقراطيين. هذه لأول مرة يتم هذا التقدم، وعلينا التذكر بأن الجمهوريين هم بحاجة إلى الفوز بمقعد إضافي فقط، مقعد واحد فقط للسيطرة على مجلس الشيوخ. أما في مجلس النواب فالإحصائيات ترتفع بحسب الـ 538 لفرص فوز الجمهوريين في مجلس النواب بنسبة 84% مقارنة ب 16% فقط للديمقراطيين لكي يسيطروا على مجلس النواب. وطبعا هذا يعني أن الحزب الجمهوري سيسيطر على الكونغرس الأمريكي إذا ما سارت واستمرت الأمور بالسير بهذا الطريق. هذا أساسا الأمر جعل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن كما تلاحظون هنا أن يقول بأن إن ما سيطروا الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ على الكونغرس بأكمله فهذه تعتبر وستعتبر العامين القادمين هي أعواما مروعة على الولايات المتحدة الأمريكية بحسب تعبيره. كذلك إن إيران منتبهة لهذا الرجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي انسحب من الاتفاقية النووية في عام 2018 ووصل
وصلنا إلى ما وصلنا إليه بين إيران وبين المجتمع الدولي في مسألة النووية والوصول إلى القنبلة النووية والقلق من هذا الأمر. فهذا الرجل هو يتحرك بقوة خلف مرشحيه على مستوى مجلس الشيوخ على سبيل المثال، على سبيل المثال هنا في بنسلفانيا، وهو يقف خلف دكتور أوز وهذه الشحنة الكبيرة الذي يأتي في الداخل الأمريكي. دعم دونالد ترامب لمرشحيه الجمهوريين بدأوا يتحسنون على مستوى الأرقام وعلى مستوى الاستفتاءات. فدكتور أوز على سبيل المثال بحسب الـ 538 أيضا كما تلاحظون كان هو منخفضا، كان فيه وكان هنالك فرقا كبيرا بينه وبين جون فيرمان وهو المرشح الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا في مجلس الشيوخ الأمريكي. لاحظ كيف كان هنالك وأصبح هنالك تقاربا كبيرا بين دكتور أوز. لاحظ كيف كان الفرق هنا في سبتمبر، دخلنا في أكتوبر، ولكن طبعا دكتور أوز اقترب كثيرا من فيرمان، ولاحظ أن النسبة بسيطة جدا، أقل من 1% لدكتور أوز للسيطرة ولعبور جون فيرمان من أجل السيطرة طبعا على بنسلفانيا. وإذا ما لاحظنا زيادة للإحصائيات، لنلاحظ إحصائيات إضافية، ستلاحظ باللون الأحمر لديك بلس 1 زائد 1 زائد 3 زائد 1 باللون الأحمر للدكتور أوز في الأشهر الماضية. نتحدث عن أكتوبر طبعا، إذا ما أخذنا أكتوبر كمثال ونوفمبر الحالي هنالك تقدم بالأرقام كثيرة كلها باللون الأحمر، يفسر تماما كيف أن دكتور أوز يتقدم وبأن بنسلفانيا قد تذهب للجمهوريين، وهذه قد تكون كافية للجمهوريين للسيطرة وقد تكون سببا في السيطرة على مجلس الشيوخ. ولكن أيضا دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق كان قد تحدث من ولاية آيوا وقال بأنه سيرشح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وأن على الجميع ترقب هذا الأمر، وهذا ما ذكره في كلمته المشهورة في آيوا مؤخرا. قال من المرجح جدا 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 أن أترشح، استعدوا، سنستعيد الكونغرس، سنستعيد مجلس الشيوخ في عام 2024، سنستعد بيتنا الأبيض الرائع. وطبعا في نفس الوقت أكسيوس وموقع أكسيوس الأمريكي كان قد سرب أيضا في 48 ساعة الماضية بأن فريق ترامب يدرس حقيقة إعلان ترشيح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة في عام 2024، يفكرون في عملية الإعلان ويخططون للإعلان في 14 من نوفمبر، أي تقريبا بعد 6 أيام من انتخابات الكونغرس الأمريكية النصفية. وعلى هذا الأساس إيران منتبهة أن الأمور لا تسير بشكل صحيح، الحزب الجمهوري قد يسيطر على الكونغرس، الرئاسة تصبح من مصلحة ترامب أو أي رئيس جمهوري، الأمور تذهب للجمهوريين، الاتفاق لا فائدة منه، دعونا نذهب، دعونا نستغل قوة العلاقة التي تربطنا الآن مع روسيا لنستفيد أيضا من مسألة المفاعلات النووية وأن نقترب شيئا فشيئا من الوصول للقدرة للوصول إلى القنبلة النووية، خاصة وأن روسيا تعتبر هي الدولة الأكبر على مستوى العالم في حيازة الرؤوس النووية كما تلاحظون، حتى مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر دولة وأكثر دولة تمتلك رؤوسا نووية في إحصائيات عام 2022 التي ترونها. التقرير الذي كان حاضرا في CNN لم يوضح هذه المعلومات الاستخبارية، لم تكن متأكدة ما إذا كانت روسيا قد قامت بالرد أو الموافقة أو الرفض على الطلب الإيراني في مسألة المفاعلات النووية. هذا يبقى أمرا سنرى ما الذي سيحدث من خلاله، ولكن أيضا هنالك خطرا فإن روسيا قد تندفع لمساعدة إيران في هذا المجال، خاصة وأن هنالك تصدعا في العلاقات بين روسيا وبين إسرائيل تحديدا، وكانت هنالك انتخابات في إسرائيل فاز بها مرة أخرى بنيامين نتنياهو. الكل يترقب ما الذي سيفعله هذا الرجل أساسا قبل هذه الانتخابات، توعد ووعد بعملية تسليح الأوكرانيين ضد الروس، والخوف الروسي الأساسي والتحذيرات الروسية لإسرائيل تأتي على أساس المضادات والدفاعات الجوية الإسرائيلية. الروس لا يريدون من إسرائيل نهائيا أن تزود أوكرانيا بالمضادات الجوية لأنها قد تقلب المعركة تماما. صحيفة بلومبرغ الأمريكية كانت قد تحدثت أيضا قبل يومين عن تحذير روسي واضح للإسرائيليين بأنكم إن ذهبتم وقمتم بتزويد أوكرانيا بالمضادات الجوية الخاصة بكم لمواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية على سبيل المثال أو الصواريخ الروسية، فإننا سنتخذ عددا من الخطوات ضدكم، وقد تكون عن طريق دولة ثالثة، في إشارة قد تكون واضحة جدا لإيران. وهذا قد يعني شيئين، أمرين مهمين، أن قد روسيا تندفع لإيران من أجل مساعدتها للتقدم نوويا وأن تتحول إلى دولة نووية وتضع الجميع
في كابوس حقيقي، أو أنها أيضا قد تدفع في عملية تعزيز تواجد الفصائل المسلحة الموالية لإيران في سوريا، خاصة وأنها انسحبت وحققت العديد من الانسحابات من أجل الاستفادة من الجنود الموجودين في سوريا في الحرب الأوكرانية. هي تعني الكثير، وقد تعني أيضا فرصة لإيران أيضا لاستغلال هذه المسألة. بالنسبة لروسيا طبعا مسألة الطائرات المسيرة مسألة مهمة للغاية، هي بدأت أيضا تستخدم مسيرات خاصة بها، خاصة طائرات روسية بدأت تضرب بقوة، وهذا النوع من الطائرات الذي ترونه هو لانسيت 3. هذه الطائرات المسيرة الروسية هي في حقيقة الأمر خفيفة للغاية، وزنها 12 كيلوغراما. الرأس الذي ترونه لهذه الطائرة هي التي طبعا تحمل حشوة، أو الحشوة المفخخة فيها، والحشوة فيها تصل إلى 3 كيلوغرامات، قادرة على تدمير الأهداف التي تبحث عنها، إن كانت مدفعا، إن كانت مضادا جويا، أو إن كانت حتى رادارا. هذه الطائرات المسيرة التي ترونها الرادارات غير قادرة على ضبطها في حقيقة الأمر، وهي تستطيع من الطيران لمسافة 40 كيلومترا ولمدة 40 دقيقة، وعندما تنقض على هدفها فهي تطير بسرعة 300 كيلومتر في الساعة الواحدة. الطائرة هذه التي ترونها هي استخدمت لأول مرة في إدلب في سوريا في عام 2021 ضد هيئة تحرير الشام، والآن بدأت تستخدم على الأرض الأوكرانية. هنالك عدد من الأمثلة إذا ما ألقينا نظرة على هذه الطائرة المسيرة، لاحظ كيف هذه واحدة من اللقطات في اليومين الماضيين، كيف أنها ضربت مضادات جوية أوكرانية. أيضا هنا تضرب هذا المدفع الذي ترونه M777 هاوتزر الأمريكي، ضربته ودمرته، وكذلك لاحظ كيف أنها تقترب من الرادار، والرادار غير قادر على ضبط هذه الطائرة المسيرة. هذه الميزة الموجودة في هذه الطائرة المسيرة، وبدأوا يضربوا المدافع، بدأوا يضربوا الرادارات، وهذا يوضح أن روسيا تريد الذهاب بعيدا حتى في ضرب السفن، تريد الذهاب بعيدا في هذه المعركة. وهنا القلق الذي نتحدث عنه بالنسبة لروسيا من المضادات الجوية الإسرائيلية، لأنها مختصة في اصطياد الطائرات المسيرة، وقد تكون قادرة حتى على إيقاف هذه الطائرات. هذه طبعا المسائل وهذه التطورات التي نتحدث عنها التي تأتي في أوكرانيا، هي تأتي فيها أيضا الكثير من الحسابات، وهي سيطرة الحزب الجمهوري المحتملة على الكونغرس الأمريكي. والحزب الجمهوري بحسب كيفن مكارثي وهو زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي قال بصريح العبارة: لن نوقع على شيك بياض، لن نرسل جميع الأسلحة ونوافق على جميع طلبات التسليح التي يطلبها الرئيس الأمريكي جو بايدن لإرسالها إلى أوكرانيا. هذا يعني مشاكلا لأوكرانيا، ويعني تغيرا في هذه المسألة. كذلك أن الأوروبيين في مرحلة قلق في ظل الاقتصاد المتدهور، في ظل تهديدات باستخدام الأسلحة النووية، الروس متواجدين في بيلاروسيا، تحشيدات عسكرية كبيرة تأتي باتجاه بولندا وباتجاه أوكرانيا في هذه المنطقة تقريبا، قلق كبير أوروبي. والقلق الأكبر يأتي بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أساسا كان قد صرح بصريح العبارة بأن أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا، وخاصة بعدما أعلنت روسيا ضم خيرسون وزاباروجيا ولوغانسك ودانيتسك في إقليم دونباس إلى روسيا بعد عملية استفتاء شهدها العالم بأكمله. وعلى هذا الأساس بالنسبة لفلاديمير زيلينسكي قال لن نتفاوض، بالتالي لا مفاوضات من زيلينسكي، لا مفاوضات من بوتين، حرب طويلة وكذلك أسلحة نووية، مشاكل اقتصادية، الجمهوريين لن يسلحوا، هذه خسارة للأوروبيين. على هذا الأساس الولايات المتحدة الأمريكية سرا وبحسب الواشنطن بوست الأمريكية تحدثت مع أوكرانيا، تحدثت مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وطلبت منه أن يعلن بأن أوكرانيا مستعدة للتفاوض من أجل الإعلان فقط، لكي يكون هنالك طمأنة للأوروبيين الذين يدعمون أوكرانيا، وأن يجعلوا فلاديمير بوتين هو الشخص الوحيد الذي يريد استمرار هذه الحرب. وعلى هذا الأساس هنالك تطورات منتبهة لها إيران، تطورات قد تغير المشهد بأكمله، ليس فقط في روسيا وفي أوكرانيا، وإنما في الشرق الأوسط بأكمله.